مقالي ومقاله، تعالوا نبني جسور الاحترام. أنا بس عايز أقول لك في البداية يعني لماذا هذه الاستهلالية الاستهلالية. بداية أنا اتفرجت على حلقة محترمة جدا، أحيي القائمين عليها وأحيي إدارة القناة ومسؤوليها أستاذ محمود عادل، أستاذ إيهاب الخطيب، أستاذ باسم عزمي، وأحيي مقدمي ومعدي برنامج البيت الكبير. تمام. على الحلقة الثرية المحترمة اللي بيقدم من خلالها رسالة بتاعة الكابتن علي أبو جريشة. أيوة. بتوقد وبترد بالدليل القاطع وبالضربة القاضية. أيوة. على كل دعاة الفتنة والكراهية. هذا الشخص المحترم النموذج الرمز الذي لم يدخر جهدا في هذه الحلقة انه يقدم نموذج محترم قدم من خلاله حقيقة العلاقات وحقيقة موقف النادي الأهلي. هذه الرسالة هي اللي خلت قناة الأهلي هي الأفضل. أيوة. على الساحة الرياضية. أيوة. أكرر التهنئة وأطلب الاستمرار على هذا النهج وأحيي كابتننا الكبير كابتن علي أبو جريشة. دارت مداخلة أو اتصال بينك وبين الكابتن علي أنت بعد الحلقة، حبيت أشكره وحبيت أقول له هو ده النموذج المحترم وهو ده الرد العملي الحقيقة. ففوجئت بيه هو بيشكرنا كإدارة وكقناة إن أتحت له الفرصة أن يقول الحقيقة في مواجهة الملايين من متابعي الشاشة، وقال هو ده الأهلي وهذا هو الاحترام وإحنا مش هنزور علشان نتاجر بالكراهية. عجبني قوي هذا النهج، ومن خلال هذه الاستضافة قدمت مجموعة من النماذج الأهلوية العريقة. يعني مش عايز أقول أسماء عشان ما انساش، لكن يعني مصطفى درويش، الوحش، نصر إبراهيم أظن، نصر إبراهيم، يعني اللي هم الجيل الذهبي بتاع خط الوسط، كلهم ضيف لهم بقى قبل كده العربي وبازوكا وكل الناس اللي عصرت هذا العصر الذي ينسب إليه بداية بذور الكراهية مع 2000 يعني الألفية الثانية. الناس دي لم تدخر جهدا في أن تسرد الحقائق كيف ومتانة العلاقة ومبادرات النادي الأهلي المستمرة في دعم نجوم الإسماعيلي والاعتداد بيهم من أول الكابتن صالح سليم اللي كان بيحضر لهم تدريباتهم على لسان يعني نجوم الإسماعيلي كابتن علي أبو جريشة. النادي الأهلي كان فاتح يعني دكاترته وعيادته لعلاج المصابين منهم، وهذا دوره مش بيمن بيه، ده بالعكس احنا مع الإسماعيلي حالة قديمة أو من العلاقات الطيبة ويعني الاحتواء والأحضان الدافئة. لكن هناك تجار الكراهية أستاذ إبراهيم، أصل بص الكراهية بتيجي إزاي؟ بتيجي الأول بغيرة تنقلب إلى كراهية تتحول إلى حالة مرضية، والنموذج ده موجود ويجب أن يحاسب. آن الأوان لحساب تجارة الكراهية لأن بتنتقل إلى أجيال بتنتهي إلى دم. صحيح. الموضوع مش هزار. صحيح صحيح. فمش موضوع انك تجرب وتشاف. يعني انت شفت الحصاد وهم دول. هم اتنين او ثلاثة بالكتير ابتدوا يستقطبوا طبعا، لان تجارة الكراهية طلع ان ليها مقابل يعني مجزي. مجزي. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نفضل على رسالتنا، احنا عايزين الاخرين ينضموا الينا في هذه الرسالة ويرفضوا هذا النموذج اللي بيؤدي الى ان في ناس بتصدق هذا الكلام ما حضرتوش. احيي مره اخرى قناه الاهلي، احيي البيت الكبير، احيي الكابتن علي ابو جريشه. التحيه واجبه لفاكهه الكره المصريه للكابتن علي ابو جريشه. بس ليه احنا بنقول لكم تعالوا نبني جسور الاحترام؟ احنا في مرحله فعلا الرياضه المصريه فيها حاجات كتيره بتتجدد، فيها نوافذ خير كتيره بتتفتح، في مسابقه وموسم كروي ورياضي بيبدا، في علاقات ريحتها حلوة، في رغبة واضحة جدا لعودة الوئام. شفنا الأهلي وهو بيلعب مباراة طلائع الجيش بيعمل ممر شرفي، البطل بيعمل ممر شرفي للوصيف والوصيف بيسقف له.
شفنا التحيه اللي حصلت من لعيبه الاهلي مع طلاع الجيش، شفنا الكابتن محمود الخطيب وهو حريص على انه يحيي لعيبه طلاع الجيش بالخصوص، شفنا لعيبه الاهلي وهي بتشكر لعيبه طلاع الجيش وجهازهم الفني. ده الختام اللي احنا ختمنا بيها الموسم، واللي من خلالها اشتمينا ريحه حلوه بتبدا. ده كان الممر الشرفي اللي البطل عامله للوصيف، بس كمان في معناه وفي رسالته وفي دلالته ما اختلفش ابدا عن اللي كان حصل من مصر المقصه. مصر المقصه بيلعب الاهلي، والاهلي حسب موقفه في الدوري، وانت كنت سعيد ان كل الفرق في السبعه الاواخر لم يكرم الاهلي في اي بطوله كما كرم في هذه البطوله. كل مباراه سبع ماتشات بعد ما ضمن الدوري شرفي، كل الفرق بتعمل ممر شرفي للنادي الاهلي. احنا اتكلمنا على الكابتن علي ابو جريشه والاحترام والاسماعيلي والود والاحترام والتقدير، وشفنا طلائع الجيش